السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم محمد كباكو من قناه كباكو تي في. طبعا سميره سعيد واحنا الشعب المصري برضو بنتمنى للملك محمد السادس الشفاء العاجل يا رب. وده بدايه الخبر. يعني الخبر معانا النهارده سميره سعيد كتبت على تويتر فيما معنى الكلام: كلنا بنحس بعدم الايمان لما بنعرف ان الملك محمد السادس مصاب وربنا يشفيه يا رب بالشفاء العاجل. وطبعا احنا برضو بنتمنى له الشفاء. والخبر بتاع سميره سعيد لسه ما وقفش على حد كده. سميره سعيد طلعت ترند علشان كانت منزله صوره ليها تقريبا او فيديو وهي بتمارس الرياضه في المنزل بسبب الحجر المنزلي. طبعا تخيل انت كده يعني الديفا المزه العسل سميره سعيد بقى وهي بتمارس الرياضه بقى وانت مشغلها كده على التلفزيون الكبير وانت بقى بتمارس معاها الرياضه بقى. انت مشغل بقى اغنيتها اللي هي كان بيغنيها زمان كده هي والشاب مش عارف ايه الشاب خالد ليها اغنيه كده يا جماعه كانت بتقف على حته بيضه كده نزلوا. لا ما انا لازم افتكرها. اكتب كده سميره سعيد والشاب. فطبعا يا جماعه ما تنساش تدينا لايك وشير وسبسكرايب. تدعي للملك محمد السادس في كومنتات وقبل ما تدعي في الكومنت تدعي من قلبك و هنجيبها هنجيبها. انا بس مستني نجيب اسم الاغنيه. حبيبي حبيبي لا ده مصطفى قمر. في اغنيه كده يوم ورا يوم. ايوه يوم ورا يوم حبيبي بشد النوم فعني. صدقوا انا هقفل واشغلها على الصفر يوم ورا يوم. يلا بقى عشان اشغل سلامة حبيبي وديني كده حبيبي وديني جاي سلام.